ايه؟ رد عليه وافتح السبيكر. يا ويلك يحس انه في حدا غيرك عم يسمعك. الو الو رندا، وين قبرتي رحتي؟ ما بعرف، طلعت اركض. تروحي بتدوري لنا دكتور جراحه عامه، بتنكشي من تحت الارض، بتقولي له اخي وقع من على الدرج، خليه يجيب معه كل عدته ويجي بسرعه، ترى دمنا رح يصفى. طيب جاهي على حارة، يلا بسرعة قد ما فينك بسرعة. حاضر ناصر، اطلع على عيادة اي دكتور، جيب لي شنطته بسرعة. بدك تفوت انت السدة؟ بدي فوت، بدي اجيبه مثل كده. رح شوف دكتور امرك. إذا بدك تضلي بخير انت وعيلتك، بس فوت بتضلي واقفة برا لأنك ما بتحبي الدم. والله والله إذا بسمع منك أي إشارة أو نظرة عين لأحرقك حرق أنت وأهلك. النار تبع رؤوف خليكي بعيدة عنا. أوكي حلو، بس بخافي عم بلي شي. لا تخافي، نحنا جبرناكي بالتهديد، هذا إذا لحق قدر يعمل شي. شو بدك تعمل فيه؟ وشغلك؟ طيب أنا فيني روح؟ مثل ما قلت لك رح أضل معنا لحتى نشوف شو رح يصير. بس أنا والله تأخرت سيادة المقدم. ما تتأخري عن الجنة يا بنا، من شوي كانت رح تروح كليتك ورح ينتهي النافض اللي نفضك، يعني كنت رح تعاني بالمستشفى شهر، ما ساعة زمان ما رح يصير شيء. بنروح على مستشفى، بدنا نحلها هون بمعيتك. وضعه هو اللي بيحدد الحياة. شرف لجوا، شرف. تفضل. أنا ما بدي فوت لجوا. خليكي هون بجوز نعتازك. شرف دكتور. شرف. نعم شو؟ هلا هي وقعة هي. نحن الاثنين قوصنا بعض. لأك شلنا الرصاص وتخيط لنا الجروح وعالسكت. قوصوا بعض؟ شو؟ أنا عادة يعني بشتغل عالسكت، بس يعني إذا في شيء سرقة أو جريمة قتل أو يعني بدكم تعذروني يا شباب. هلا بلا كتر حكي، أنت عم تنقي ودمنا عم يصفى. لا تخاف، ما في شيء من اللي ببالك. يلا بلش فيه وريحني من صوتك. طيب اقعدوا جنب بعض، تفضل. لا داوي بالاول، انا بتحمل. مو قصة تتحمل، بدي اشوف مين اصابته اكبر. نفذ الاوامر، تفضل لو سمحت. ماشي، لو بدك. اشلحوا ثيابكم. قصدك البنطلون فوق الجراح؟ لا لا، مو فوق كمان. شو جاب فوق؟ لا تحت لعد الجرح لك يا اخي. هلا انا الدكتور ولا انت؟ أنا بعرف حال شو عم بحكي، ضلوا بالداخل وبس، بدي أعمل عليكم كشف عام، تفضل لو سمحت. ماشي، مثل ما بدك. وين البنطلون؟ أيش شلحنا لك؟ بلش. شو هاد؟ زنار صوف، ما بحسب بلا ببرود.
المصلوبين فهموني. ولك خلصنا بقى حاجة لعي، رح أقوم ابتلي فيك. ها شلح. ما بشلحوا لهاد، ما بشلحوا. لا بدك تشلحهم وعلى كيفك. يعني لو حضرتك دكتور ما كنت طلبتني لحتى عالجك، مع انه قلبي حسسني انك رهابي، بس الشرف المهني بيحتم علي اني عالجك. يلا نفس اللي عم بقول لك اياه، خلينا نبلش معالجه. الحزام ما بيشلحه. يا بني ادم انا بدي اعطيك برد مخدر، بخاف يدي نفسك، ما بدي اي قطعه ثياب تلبكني. وما بدي مخدر، خيطني بدون مخدر. شو على اساس عامل لي رجوليه؟ يعني اذا في مخدر ليش لحتى تتوجع؟ ولا مدمن وجع حضرتك؟ من الآخر ما رح اشلحه للحزام. طيب فهمني ليش؟ أخي يا بني آدم ما بشلحه، هذا شقفة مني، مثل إيدي مثل رجلي، ما بينشلح معي، فهم؟ يا أخي رفيقك هذا صار له ساعة عم بيعذبني، أحكي معه. أنا بدي أعرف بلش شغل، هيك بتلبك كثير، وإلا ما بلش، بدي أمن على حياتكم. يا أخي يا أخي اشلحه، اشلحه يا أخي، أخي لا خلص. اشلحوا اشلحوا بقى خلاص. لك اشلحوا اشلحوا، اعتبرني صبية وخلينا نشوف هالجسم المرمري بقى. خلاص. بلش خلصني. بسرعة. علينا ابو نبال والله. خليوني اروح. صفر معلم. أهلي يا رندا. لكن مين عم تحكي؟ من الشارع. خير شو في؟ كارثة، كارثة يا معلم. رندا أهدي وخبريني شو في. أبو نبال. شو بو؟ أخذوا الأمن. شو؟ مثل ما عملك، أنا كنت عنده وشفته لما أخذوه. طيب طيب
سكري وأنا بتصرف. معلم وجابر كمان. جابر شو بو؟ جابر أخدوه مع أبو نبال. لك جابر شو دخلوا؟ كانوا مع بعض وتخانقوا. عم جابر قوص على أبو نبال وقوص على حاله. جابر؟ لك أنت شو عم تحكي؟ معلم أنا كتير خايفة، خايفة يكون مراقبة. شو عامل؟ طيب رندا أنت روح على بيتكم ولا تتحرك إلا حتى خبرك. يا الله أنا كتير خايفة يا معلم. رندا مثل ما قلت لك، خلص لا تعمل شيء ولا تخاف من شيء، أنا بحلها. حاضر حاضر. قلنا دكتور ما بدنا يصيرون شيء. شو صار عبد الله؟ قلبت حدا. ولو شوي كثير منيح. ضل انه ننتظر شوي لحتى يفيقوا ونصحى صعوبة العالم. وقتك بدها بصير مرة كمان. شوية مي وكم كفي بيمشي حاله. اعطوا لك كرسي وخلونا نتفرج. أطيب من هيك بكتير. على فكرة ناصر بحبك كتير، وهو اللي قال لي نجي على الحارة بتخبي فيها مثل الفارة لنحط الفخ ونسكر عدنبك. كتير فرحان بحالك، قدامك واحد مربط وعم تعمل عليه رجال. فك لي إيدي وفرجيني زلوميتك. بعتذر منك، ما فرجي حد غريب. بس كان الضابط معك دور الدكتور يا ضابط. أبو نبال بدياك تروق وتشيل هالقصص من بالك. الحرب خدعة، ولمعلوماتي أنت كنت ضابط ولازم يكون علموك هذا الشيء بالكلية الحربية، ولا أنا غلطان؟ أنت وسخ ولا؟ إذا على الوساخة أنت ما بحق لك تحكي. ملفك ريحته بتبكي مثل ريحة البصل المعفن. قول غير هذا الحكي مشان تكون دقيق. حلوة هي دقيق ما؟ دقيق يعني يكون طحين. ناصر موسي روح حصل دينك. روح. شكرا. والله لألعن أبوكن يا أولاد الكلب يا صرامي. ألو صباح النور. اسمع أنا صبري بلاش يخلص، ما بفهم هالحكي، بدي أعرف وين هن ومين أخذهم. لكن ما بسأل حدا بيقول ما عنا. لك شو يعني انشقت الأرض وبلعيتهم؟ لاحظ أنه أنا لحد هلأ عم بحكي بهدوء، يعني بعد شوي رح أفقد أعصابي وبظن
بأنه من مصلحة حدا أبداً بأنه يصير هيك. لا أنا ما بدي كتر حكي، أنا من مبارح لحد هلأ ناطر خبر، لذلك الله يرضى عليك شوف لي شو القصة بسرعة ورد لي خبر. مع السلامة. بعد ما أعطيتهم إبرة المخدر، جابر وأبو نبال صاروا قطعة قماش، والباقي صار معروف. وين أخذتهم؟ أكيد مع الفرعسي. ليش؟ ما بحسن تتصرف من غير ما أخذ أوامر منك. ومتصور إنك جاي تفرض شروطك، ما هيك؟ أعوذ بالله سيدي، أنا جاي أخذ رضا. لا تلعب معي يا ولد، مفهوم؟ سيدي أنا جيت لعندك لحتى ما تفكر إني عم بلعب. جيت أقول لك إنه أبو نبال عندي، واعتبار هو بأمك، فخلال خمس دقايق بطلع. بس لازم يكون في مقابل، ما هيك؟ سيدي مواصفات أبو نبال خاصة جدا، وسيادتك كنت تفكر إنه مستحيل يوقع. أنا وقعته، ما بعرف إذا مستحق مكافأتك. اللي هي أي حبة شوكولا مقبولة منك. بس ممكن بدل حبة الشوكولا أحطك بفرن اللحمة. سيدي أنت اخترت أبو نبال لأنه أبو ضاي، وبعد اللي عملته كمان أنا أبو ضاي، ونوعي ما بيخسر معك. شوف يا ولد، مكافأتك الوحيدة إنه غض النظر عن الشيء اللي عملته، وهذا بحد ذاته مكافأة كبيرة بالنسبة لك. معناتها رح أنطر مكافأتي لما بتكلفني بمهمة جديدة. مكافأتي رح أحصل عليها إذا مو هلا بعدين. بفهم من كلامك إنك كلب وفي. سيدي فهم من كلامي إني أنا جوعان حنان وعم فتش على Ha, 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 ha,